بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 76. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بهذه العبادات، أتبع ذلك بكتاب الجهاد، وهو خاتمة العبادات، وذلك لأكدية الجهاد. وبعض العلماء يعده ركنا سادسا من أركان الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد هو أفضل أنواع التطوع، الجهاد في سبيل الله هو أفضل أنواع التطوع. والجهاد فعال من الجهد أو الجهد، وهو بذل الوسع في العبادة، والمراد به هنا بذل الوسع في قتال الكفار. والجهاد يكون جهادا للنفس بإلزامها في طاعة الله عز وجل ومنعها عن ما حرم الله، هذا يسمى جهاد النفس، وهذا مستمر دائما وأبدا مع العبد. والنوع الثاني جهاد الشيطان، وذلك بمعصيته ومخالفة أمره وارتكاب نهيه، لأنه عدو للإنسان يريد أن يهلكه، فيجاهده الإنسان بمعصيته ومخالفته، لأن الخير كله في مخالفة الشيطان ومعصية الشيطان بعد مخالفة النفس والهوى. والنوع الثالث جهاد المنافقين والفساق، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على مقالات المنحرفين وأهل الزيغ والضلال الذين ينشرون المقالات لتشويه أحكام الإسلام وتنقيص الإسلام والمسلمين، فيجب الرد عليهم باللسان وبالقلم. والنوع الرابع جهاد الكفار، وذلك بالسلاح، الجهاد المسلح، بعد الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغهم الدعوة، فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن لم يمتثلوا بعد بلوغ الدعوة إليهم فإنهم يقاتلون لأجل
إزالة فتنتهم وشرهم عن المسلمين، ولأجل أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وقال: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذلك لأن الله خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة لا تجوز إلا لله وحده، فمن عبد غيره فقد أشرك بالله عز وجل واتخذ إلها غيره، فهذا يقاتل حتى يخضع لعبادة الله سبحانه وتعالى أو يقتل ويزال من الوجود، لأنه لا يستحق البقاء وهو يشرك بالله عز وجل وينشر الشرك في الأرض. هذا هو الحكمة من مشروعية الجهاد، وليس الحكمة من مشروعية الجهاد أو المقصود من مشروعية الجهاد الاستيلاء على البلاد أو الممالك أو أخذ أموالهم، وإنما الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له، لأن العباد عباد الله، والله خلقهم ورزقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى. فمن لم يمتثل فإنه يقاتل بعد أن تقام عليه الحجة، فإنه يقاتل. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اقتلوا المشركين، فوصفهم بالشرك هذا علة للأمر بقتلهم، أي أن ذلك لأجل شركهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا هو جهاد الطلب الذي هو قتال الكفار ابتداء، أما قتال الدفع فهذا إنما يكون عند ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على قتال الطلب، فإنهم يقاتلون دفاعا. أما إذا كان فيهم قوة وفيهم قدرة فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار التوحيد في الأرض، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما من يقول من الكتاب المخذولين أو الجهال إن الإسلام ليس فيه قتال وليس هو دين قتال، وإنما هو دين مسالمة مطلقة، إنه دين مسالم يسالم الناس ويترك الناس على ما هم عليه، فهذا افتراء على الإسلام. الإسلام هو الحق وما سواه فهو الباطل، فيجب إزالة الباطل وإقرار الحق، وذلك لا يكون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم، الإسلام ليس دين اعتداء بغير حق ولا دين بغي بغير حق، والجهاد ليس اعتداء وليس بغيا، وإنما هو لمصلحة البشر من أجل إزالة الشرك وإدخالهم في الإسلام الذي هو عين مصلحتهم، ومن أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الشيطان
وعبادة الجبابرة والطواغيت إلى عبادة الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، فهو مقصود أعلى ومقصود أسمى. والجهاد كما يقول العلامة بن القيم في زاد المعاد شرع على مراحل، أو مر بمراحل. المرحلة الأولى كان منهيا عنه، وذلك لما كان المسلمون في مكة وكانوا عاجزين عن قتال العدو، فإنهم مأمورون بإقام الصلاة والعبادة، وأمروا بأن يكفوا أيديهم، لأنهم لو جاهدوا في هذه الحالة لانعكس الأمر عليهم وصار عليهم ضرر، لأنهم لا يستطيعون القتال وهم في وسط أمة كافرة لها الغلبة ولها القوة. فالمسلمون في هذه الحالة يكفون أيديهم ويعبدون الله عز وجل ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فكانوا في الأول منهيين عن الجهاد لما كانوا في مكة ولم يكن لهم دولة ولم يكن لهم سلطة وقوة، كانوا منهيين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هذا في أول الأمر، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أذن فيه إذنا لا أمرا. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن به بعدما كان ممنوعا. المرحلة الثالثة أمر به في قتال من قاتل فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ففي هذه الحالة يكون دفاعا، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذا من باب الدفاع، لأنه لم يكن بالمسلمين قوة على قتال الطلب والبداءة بالقتال، فيكفون أيديهم إلا أن يعتدي عليهم أحد فيقاتلونه. الحالة الرابعة بعدما قوي المسلمون ووجدوا دارا يأوون إليها وهي دار الهجرة، وصار لهم دولة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ أمروا بالقتال مطلقا، أمروا بالقتال مطلقا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فأمروا بالقتال وبدأت الكفار بالقتال، وهو قتال الطلب، قتال الطلب والغزو. قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم، أحسن الله إليكم. أحيانا تأتي هذه النبرة التي أشرتم إليها ثابكم الله من بعض المسلمين المحسوبين في الصف الإسلامي، فيقول إن القول بأن الإسلام انتشر بالسيف ودين قتال هي إساءة لنا نحن المسلمين، والإسلام دين المحبة وانتشر بالحب. لا، الإسلام انتشر بالسيف في حق من عاند وأبى أن يقبل الإسلام، فهذا له السيف، هذا له السيف، لأنه أصبح عبدا لغير الله، عبدا للشيطان، ولأن شره وكفره ينتشر وربما يصد عن سبيل الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول في دين الله، خصوصا إذا كان له سلطة. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالإسلام دين سيف لمن عاند
وجحد بعد بلوغ الحجة وصد عن سبيل الله عز وجل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الكافر ما يرضى بأنه يكفر فقط، بل يود أن يكفر أهل الأرض كلهم، ويحاول وينفق ماله ويجاهد. ما الإرساليات الآن النصرانية والتبشيرية كما يقولون، وبث الإلحاد من الملحدين في الأرض؟ هؤلاء يتركون ويقال الإسلام ليس دين قوة ولا دين سيف، يعني الإسلام دين ذلة ودين خضوع. الإسلام هو باطل حتى أنه يتكتم عليه. الإسلام دين حق، بل هو الدين الوحيد في الأرض، ليس هناك دين غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والشاعر يقول: دعا النبي دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. نعم، فالإسلام دين قوة ودين عزة ودين جهاد، والحمد لله، وهو جهاد بالحق وللحق، ما هو جهاد للبغي والتسلط وإذلال الناس، بل هو جهاد للعز، لإعزاز الناس ورفعتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. الجهاد الأصل فيها أنه فرض كفاية، يعني واجب كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حقهم سنة، لأن المقصود وجود هذا الحكم دون نظر إلى من يقوم به، دون نظر إلى من يقوم به، فإذا وجد فإنه حصل المقصود. هذا معنى فرض الكفاية. فإذا وجد من يقوم بالجهاد في سبيل الله على الوجه المطلوب سقط الإثم عن بقية الأمة، واكتفي بهؤلاء الذين قاموا به، ويبقى في حق الباقين السنة مؤكدة وسنة من أفضل الأعمال. نعم. قال: ويجب إذا حضره أو حضر بلده عدو. يجب الجهاد على الأعيان، يجب الجهاد على الأعيان في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل، ولا يجوز له أن يفر أو أن يقعد ويترك القتال، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا ما يسمى بالفرار من الزحف، قد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الكبائر الموبقات. فمن حضر الجهاد وهو يستطيع القتال فلا يسعه إلا أن يقاتل، فإن فر فإنه يكون فارا من الزحف ومرتكبا لكبيرة من الموبقات. هذه صورة. الصورة الثانية: إذا حصر بلده عدو، إذا حصر البلد عدو فإنه يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل لأجل الدفاع عن حرمات المسلمين وعن بلاد المسلمين ودين المسلمين، فيجب على كل من يستطيع حمل السلاح أن يقاتل في هذا البلد المحاصر من العدو. الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام، إذا أمره الإمام بالخروج للجهاد فإنه يجب عليه أن يجيب إذا كان يستطيع القتال، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، قال سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. فإذا استنفره الإمام وهو يستطيع القتال وجب عليه أن ينفر وأن يقاتل في سبيل الله. هذه الصور الثلاث يجب فيها القتال على الأعيان، أي على كل من يستطيع القتال. نعم. قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو المكان الذي يخشى أن يهجم العدو منه على المسلمين، فيكون فيه حراسة من المسلمين يقيمون فيه لمراقبة العدو ومنع العدو من التسرب إلى أو الدخول إلى بلاد المسلمين. فالذين يقيمون في هذا المكان وهذا الثغر، هذا الثغر الخطير، هؤلاء لهم فضل عظيم، وعملهم هذا يسمى بالرباط، يسمى بالرباط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وتمامه يعني أقله، أقله ولو فترة يسيرة ولو ساعة، هذا أقله. وأما أكثره فهو 40 يوما، هذا أكثر الرباط في سبيل الله عز وجل، وهو التواجد في أو الوجود في والإقامة في الثغر الذي يخاف منه على بلاد المسلمين. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان له أبوان يمنعانه من الجهاد خوفا عليه، لأن عادة الوالد الشفقة على الولد، فإذا منعه من الجهاد نظرنا، فإن كان هذا الجهاد تطوعا يعني يجب على الكفاية ولا يجب على الأعيان، فإنه لا يخرج إلا بإذنهما، لأن طاعتهما واجبة وجهاده في هذه الحال تطوع، ولا يرتكب ترك الواجب من أجل تحصيل التطوع. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي له والدان قال: ففيهما فجاهد، لأنه جاءه رجل يريد الغزو في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولأن حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم جهاد التطوع على حق الوالدين، هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية. أما إذا كان الجهاد فرض عين كما في الصور الثلاث التي مرت، فإنه لا يطيع والديه في الامتناع من الجهاد، لأن هذا جهاد واجب على كل مسلم. فكما لا يمنعه أبواه من الصلاة، ولا يمنعانه من الزكاة، ولا يمنعانه من صيام رمضان، ولا يمنعانه من الحج فريضة الإسلام، فإنهما لا يمنعانه من جهاد فرض العين، لأن هذا مثل سائر فروض العين لا يمنع منها أحد، بل يجب أداؤها. نعم. أحسن الله إليكم. في قول: حصر بلده، صورة من صور وجوب الجهاد، تحديد البلد يا شيخ، إذا كان المسلمين أكثر من بلاد هل يشمل المسمى الواحد أو لكل بلد أهله؟ هذا كان في الأول بلاد المسلمين واحدة. نعم. كان في الأول بلاد المسلمين كلها واحدة، فأي طرف منها حصر وجب على كل المسلمين دفاع العدو، لأنه حصر بلدهم. أما في الأزمنة الأخيرة لما تقطعت البلاد وتعددت الولايات، فكل ولاية لها حكمها، كل ولاية لها حكمها، فيجب على أهل تلك الولاية الذين هم تحت سلطان من سلاطين المسلمين، يجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم إذا حصر،
وأما بلاد غيرهم من المسلمين فإن استطاعوا إمدادهم وإعانتهم وجب عليهم ذلك، وإلا فإن هذا ليس بلازم إذا لم يستطيعوا. نعم، يعني إذا كانوا في أكثر من بلاد لا يكون في صورة الوجوب. نعم، إنما هو في صورة الاستحباب والفضيلة. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من بيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.